فير بلاي. دون إطالة نمشي إلى ملعب طيب مهيري بصفاقسي وجود فتحي بوجناح ومباراة النادي الرياضي الصفاقسي واتحاد تطاوين، نتيجة هدفين مقابل صفر نظيفة أيضا بالنسبة للنجم بالنسبة للنادي الصفاقسي. حبيت فتحي تكلمنا على تشكيلتي الفريقين وكذلك بالنسبة للمباراة المرتقبة للنادي الرياضي الصفاقسي في كأس الكاف يوم الأربعاء القادم بملعب حمادي العقربي برادس أمام فريق قسنطينة الجزائري. تفضل. مرحبا بك توفيق ومرحبا بالساده المستمعين. قبل ما نبدا بتشكيله الجوز فرق توفيق، توا لازم ناخذ اللي تم جديد حصل الان في مباراه النادي الصفاقسي ضيف اتحاد تطاوين، اللي هو عمليه اقصاء المدافع النادي الرياضي الصفاقسي هيثم العيوني اثر التدخل نتاعو على مهاجم الاتحاد الرياضي بتطاوين، وكان تقريبا اخر مدافع، وقام الحكم الان باقصاء وقصاد احتجاجات كبيره برشا ملعب طيب لميري. الاحتجاجات هذه مش على عمليه اقصاء اللاعب هيثم العيوني توفيق، ولكن قبل تقريبا 10 ثواني من الاقصاء كانت تم ضربه جزاء واضحه للامانه للاعب كريستو محمد الضاوي، لكن الحكم تغافل على ضربه الجزاء هذه، وكان وقع هجوم معاكس للفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. اللاعب هيثم العيوني للامانه قام بالمخالفه على لاعب الاتحاد الرياضي بتطاوين، واللي كان تقريبا وجه لوجه مع الحارس ايمن دحمان، وكان الحكم ما تردش في الاقصاء نتاعو. دونك كما قلت لك الاحتجاجات هذه تقريبا مش على اقصاء، لكن كانت على ضربه الجزاء، وحاليا ثم مخالفه كثيره وكثيره برشا تقريبا على خط منطقه الجزاء مقابل مرمى الحارس ايمن دحمان. المخالفه هذه يتحضر تقريبا اللاعب اتحاد تطاوين باش ينفذها، اللي هو اللاعب محمد علي حكمي حضر في روحه تسديد المخالفه هذه. نتبعوها توفيق وبعدين نعطيك تشكيل الفريقين. اذا يستعد اللاعب لتنفيذ المخالفه كما قلت لك اختيرها تقريبا على خط منطقه الجزاء، ينفذ ويتدخل جدار الصد ويضع الكره هذه في الركنيه، تقريبا كانت موجهه للزاويه 90 للحارس ايمن دحمان، لكن كما قلت لك دخل جدار الصد. نرجع لتشكيله زوز فرق توفيق، نبدا بالفريق الضيف. كان تخلي المباراه هذه بتشكيله الاتيه في حراسه المرمى حسام العربي، مع محمد الجماعي كقائد فريق، زياد العنلي، محمد بن نور، ابو بكر دياتا، نذير عن عبد بي، كيتا ناموري، حازم بن حامد، محمد عزيز السكرافي، وحيد التيمي، وحسني قسمير. وفي المقابل النادي الرياضي الصفاقسي دخل التشكيلة الآتي: أيمن دحمد في حراسة المرمى وكقائد فريق النادي الرياضي الصفاقسي، في خط الدفاع نلقاو محمد النصراوي وهيثم العيوني، على يمين الدفاع ريان الدربالي، على يسار خط الدفاع هشام بكار، في وسط الميدان موسى كونتي، وفي راس الكوحي ابو بكر تراوري وقع تعويضه في بدايه الشوط الثاني ودخل في بلاصته محمد العبسي، ومعه في خط الهجوم محمد الضاوي كريستو، اشرف الحباسي، وروباني باي كقلب هجوم. توفيق بالنسبه للمباراه كما قلت لك انطلقت، قبل ما نحكيو على المباراه والامور الفنيه ثم حكايه لازم لابد من الاشاره منها، اللي هو جمهور النادي الرياضي الصفاقسي صنع الحدث قبل بدايه المباراه هذه، وكان ثم لافته تقريبا على عرض مدرج كامل اوقاع الاعداد لها، فيها صوره المحب الله يرحمه وينعمه اللي توفى في مدارج ملعب طيب المهيري في مباراه الفرد ضد الاولمبي الباجي. المحب هذا طارق الفصفاخ اللي هو استاذ جامعي في كليه الاقتصاد والتصرف في الصفاقسي، اللي كان وفاته المهنيه كما قلت لك اخر مباراه خاضها النادي الرياضي الصفاقسي هنا على ارضيه في ميدان طلع الملعب الجماهيري في اخر ثواني مباراة، كانت تعرض لازمه قلبيه، وكان توفى المحب هذا الله يرحمه وينعمه. نرجع للامور الفنيه توفيق، المباراه انطلقت تقريبا بقوه من فريق النادي الرياضي الصفاقسي، كان تم بعض الفرص الان وصلت للدقيقه 14، كانت حصل النادي الرياضي الصفاقسي على ضربه جزاء هذه جات اثر عمل كبير برشا في راس الكوحي، اللي وضع ريان الدربيل تقريبا وجه لوجه مع الحارس تطاوين حسام العربي اللي دخل عليه، وكان اعلن على ضربه جزاء نفذها روباني باي، وافتتح بها النتيجه في الدقيقه 14. وكما قلت لك النادي الرياضي الصفاقسي ما اكتفاش بالهدف هذايا، وكان ضعف المحاولات نتاعو باش يضاعف النتيجه هذه، وهذا اللي صار في الدقيقه 40 عن طريق اللاعب هيثم العيوني، اثر ركنيه نفذها اللاعب حسام الحباسي، وكما قلت لك تقريبا النتيجه توا حاليا 2 بلاش للنادي الرياضي الصفاقسي، لكن توا ثم عدم مساواه على مستوى الملاعبيه كما قلت لك اثر تعرض مقلب الدفاع هيثم العيوني للاقصاء منذ دقائق توفيق. كلمة صغيرة برك في 10 ثواني بالنسبة للمباراة أمام قسنطينة يوم الأربعاء القادم.
تحضيرات كبيره وكبيره برشا يقوم بها نادي رياضي الصفاقسي للتوفيق للمباراه القادمه، والتحضيرات اهم التحضيرات قاعد يقوم بها جمهور نادي رياضي الصفاقسي اللي ننتظره باذن الله في المباراه هذه في ملعب المرحوم عمادي العقربي برادس، باش يكون توافد كبير وكبير برشا لجماهير نادي رياضي الصفاقسي. وتقريبا على صفحات التواصل الاجتماعي المده الفايته الحديث الكل هو على الديفلاسمون هذا والتحول للجماهير اللي باش يكون كبير، وقاع كراء العديد والعديد من الحافلات، الناس الكل تقريبا طالب حتى معناها بيوم راحه يوم الاربعاء المقبل حتى يتمكنوا الاحباء للتنقل للعاصمه كما قلت لك، هذا بخلاف الاعداد الكبيره والكبيره برشا جماهير النادي الرياضي الصفاقسي الموجوده بالعاصمه، ولهذا باش يتحولوا الملعب حمادي العقربي برادس بموازره الفريق في المباراه الافتتاحيه في كاس الكاف الموسم هذا. يا توفيق ان شاء الله. شكرا لك فاطمه.